أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السؤال قد تكرر وهذا أحدها. يقول: أشكل علي قول المؤلف رحمه الله بعد حكاية الإجماع في قوله: فكيف بمن أظهر الكفر خوفا وطمعا في الدنيا، مع حديث حاطب بن أبي بلتعة البدري رضي الله عنه. يا أخي، اللي حصل من حاطب هذه غلطة الله لامه عليها، ولكن تاب عليه، سماه مؤمنا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا، سماه مؤمنا. فحاط قصة حاطب لا تدخلون فيها، يعني بعض الناس الجهال وأنصاف المتعلمين كفروا حاطب بن بلتعة بهذا، هذا لا يجوز. حاطب بن بلتعة رضي الله عنه صحابي جليل شهد بدرا، لكن وقعت منه هذه الغلطة وعاتبه الله، والرسول استدعاه وسأله، فبين للرسول صلى الله عليه وسلم الذي حمل على هذا، إنه ما حمله كفر ولا عداوة للرسول ولا الرسول صدقه وعفى الله عنه. فلا ندخل في قضية حافظ ابن بلتعة. نعم.